انا بدات دابا ندخل لولداري ولدي شدني من هنا ما عنديش باش نعطيه تضارون كده. حنا دابا دورنا ولا نهربوا منهم. انا ما لقيت باش ندير لواد نفرحهم غير واحد نص كيلو ديال اللحم توصلنا له الرئيس بقى نبوسو غير له نبوسو غير رجليه ما بخاش مشينا عند الباشا الصباح قال لك الكره راه عند الرئيس حنا بغينا هذا الصوت ديالنا يوصل عند صاحب الجلاله كيكذبوا علينا هاد السيمانه هاد السيمانه الناس ما كتقدرش تمشي كتراعي الفلوس وتجي واقفه راهم كيلعبوا بينا هاد المسؤولين كلشي. السلام عليكم يا مسيدي. حنا كعمال عراضيين خدمنا في الانعاش الخدمه ديالنا كنا كنقيو المدينه كنشطبوا نديروا نديروا اي حاجه طلبوها منا كنديروها واليوم وقفنا بغينا حتى حنا جينا نتخلصوا مشينا عند السيد العامل السيد العامل رجع بخير وقف معنا ورجال الامن وبالنسبه للسلطه الازله كذا كلشي وقف معنا قالنا بليسكم عند السيد الرئيس دروك حنا ملي كنجيو عند الرئيس ما كاينش اللي كيوقف معنا اللي كيقعتنا وقت ما كاينش اللي كيستقبلنا وحنا درنا وصلنا واحد الدرجه الخط الاحمر العواشر هذه انا بذاتي ما نقدرش ندخل لداري علاش ما نقدرش ندخل لداري انا كعمال حنا كعمال انا بذاتي دابا ندخل لداري ولدي شدني من هنا ما عنديش باش نعطيه تضارون ولدي عندي مريض انا عندي ولدي اوتيس بليس هانديكاب نعم انا كنصير 3 شهور كاين اللي 4 شهور كاين اللي 6 شهور كاين اللي 8 شهور كل واحد كذا حنا دابا دورنا ولا نهربوا منهم انا ما لقيت باش ندير لواد نفرحهم غير واحد نص كيلو ديال اللحم واحد كيتفطح باللحم بالبرقوق وكذا حنا ما لقيناش باش نغمسو غير ام تي مورس دو با ني حافي ما لقيناش باش نغمسو حنا توصلنا له الرئيس بقى نبوسو غير له نبوسو له غير رجليه ما بخاش كيقولنا هادي حنا بغينا عاش الملك عاش الملك واش نتخيل حنا في 2021 المبادره الوطنيه ديال سيدنا واش هاد الناس واش هاد السيد هذا سيد رئيس ولا كذا كيحتكر الخطاب ديال العرش ديال سيدنا اللي ديال اللي قالك الطبقه الهشه حنا ديال الطبقه الهشه حنا خانيتو سيدنا راه ما يبغيش علينا سيدنا واش غادي يبغي الشعب ديالو اللي كاين في المراه يبغي يموت بالجوع ما يبغي سيدنا هاد القضيه هادي ما توصلوش ربما ما واصلاش حنايا كناشدوا جميع السلطه جميع اللي بيدوا القرار يحسم في هاد الامر هذا يعطينا حتى حنا بغينا نفرحوا وليداتنا ربما انا ولدي باغي غير سبرتي ما عندوش باغي ندي انا كنجيب نزيد شويه ونجيب حولي ولا نجيب هذا انا الا ما خلصتش ما عنديش من نجيب وبالاخص حنا كنعيشوا هاد الجائحه ديال كورونا حنا كتشوفوا الازمه اللي كيعيشها المغرب واش حنا ما نقدروش حنا ما نقدروش الجائحه اللي راه معيشه اللي راه يعيشها سيدنا واللي راه يحاول باش انه باش يزيد بالمغرب القدام ما يزيدوش بينا النور هادو حنا هما الشباب حنا هما العمده ديال البلاد باش يعطيكم بخير بغينا الراي العام الى اي واحد عنده حكم يشوف حالنا ويرجع لينا ويساندنا حنا بغينا غير ناكلو صافي حنا بغينا دابا نخرجوا نتقداو واحد كيلو ديال اللحم ولا نص كيلو ديال الحوت الله يجازيكم بخير وشكرا وتبارك الله عليكم السلام عليكم قبل كل شيء خويا انا خدمت هذه راه كنسالو شهرين كنخدمها وحنا الحمد لله كل شهاد المواطنين هنا كلهم كانوا خدامين في هذا اللي كنقولوا حنا الشماره ما هي عندها مصطلح واحد اخر مشينا البارح عند الرئيس قلنا له انت الممثل الشخصي لصاحب الجلال انت اللي تحكم معنا دار ما امكنه قام شاف لنا الحل جا عند الرئيس درك مشينا عند الباشا الصباح قال لك الكره راه عند الرئيس لا عند الرئيس في الخزينه درك حنا اللي كنضربوا درك ما كانش اللي كيسمع لنا حنا بغينا هذا الصوت ديالنا يوصل لعند صاحب الجلاله الله يسلمك وعاش الملك اش اللي بغينا نقول وراهم خدامين بشهر واحد وشهر جوج ماشي اليوم اللي خدامين راهم كيسالوا الفلوس خدموا الناس في شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة ووقفوهم العمل والفلوس ما كايناش والناس بطالة وكل يوم كيكذبوا علينا هاد السيمانة الناس ما كتقدرش تمشي كتراعي الفلوس وتجي واقفة في البلدية وما كتدبرش على مورسو ديال الخبز دابا كنطلبوا أما سيدي من المسؤولين يشوفوا مع هاد الشعب هاد مدينة تاوريرت راه الشعب اللي ما كيسواش ريال راه ما بقاش فيها مواطن راهم كيلعبوا بينا هاد المسؤولين كلشي راه كل واحد ملي كنمشيو عنده كيقول لك انا ما خدامش عندي اي واحد كنمشيو عنده كيقول لك انا ما خدامش عندي عاش الملك عاش الملك واش هاد الانعاش واش ولات شركه مولاها مقاول حنا ما عرفناش نهار اللي كيجيو كيقول لك خدموا كنقيو المدينه كنخدموا جرادي كنيديونا اي بلاصه نخدموا فيها وبالتالي وقفونا من الامال ودايرين صحابهم اللي راهم يخدموا درك صحابهم راهم خدامين في الزرادي دابا ولا سيدي والناس اللي هما صحابهم اللي هما من البلطاجيه صحاب البلطاجيه راهم خدامين اللي كيعطيهم التدويره من تحت لتحت وكيعطيهم الشكاره من تحت لتحت ويعطيهم القفاف انا بنفسي القفه ما وصلتنيش في هذا الوباء
كاع الناس تستافدوا كان النص ديال المدينه التوريت ما تستافدوش. فين غادي نمشيو؟ فين اسمو غادي ناكلوا؟ واش الغازو انا عندي 6 النفوس والعين اسمو غادي ياكل هاد واش نجيبوهم ياكلوا لهم ينقيو لهم الغازو اللي هي في البلديه العيد ما بقاش 6 شهر ملي غنجيبو حنا هادشي